توسع ملحوظ وزيادة الطلب على سوق السيارات الهجينة بالمغرب، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الطموحة للاعتماد على 52% من الطاقة النظيفة والمتجددة مطلع 2030. إقبال متزايد على هذا النوع من السيارات من لدن الزبون المغربي، والتي بات يفضلها عن نظيرتها بفعل عوامل عدة. وفقا للمنظومة البيئية العالمية وما يصاحبها من تغيرات بسبب التلوث وغيره، بات لزاما اليوم اعتماد السيارة الهجينة ستعم بالنفع على البيئة العالمية لا محالة. أرى أن المستقبل هو السيارات الهجينة، إنها قيمة مضافة للمساهمة في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، ومن جانب آخر فهي دليل واضح على التقدم والتطور البشري، فمن السيارات اليدوية إلى الأوتوماتيكية، واليوم نشهد هذا التطور إلى السيارات الهجينة. اليوم الهبريد هو اللي اصبح لا توندونس ديال لو كليون ماروكان ولا لي زوموبيليست ماروكان اون جينيرال، صبحوا كلهم كيبحثوا على الهبريد. علاش؟ دونك كاينين بزاف ديال لي فاكتور، منهم اولا لوغمونطاسيون اللي وقع في الكاربيرون، يعني العالم ولا المغرب كله تفاجئوا بها، دونك نقلبوا على البديل. البديل عندهم هو الهبريد، الى عرفنا بانه هو بالدرجه الاولى ايكونوميك. دونك الى تكلمنا رقم غادي نقولوا 1000 كيلومتر ب 400 درهم ديال الكاربيرون، دونك ما يمكنلكش تشوف راتب الديزل. لي ماروكان ما كانوش فاهمين هاد لا فيلوزوفي ديال الهبريد. منين جمعت هاد الفاكتور ديال الغلا ديال الكاربيرون والوعي والناس فهموا شنو هو الهبريد، حاليا يعني هذه سنه كان الطلب ما كيتجاوز 1-2%، حاليا الطلب على الهبريد كيفوق 25%. هذا الصنف الجديد بسيط الاستعمال ولا يحتاج تعقيدات شحن واعتماد على محطات لذلك، كما يرشد الاستهلاك المادي ويسهم في المحافظة على التوازن البيئي من خلال خفض الانبعاث الكربوني. مش كيتسأل والناس يمكن لك تخوف كاع، هي مسألة بسيطة جدا، أن هناك محرك اللي هو كاربيرون اللي هو بنزين، قدامه كاين واحد الجينيراتور اللي ياخذ داك الطاقة ديال البنزين كيحولها لطاقة عند لاباتري. من بعد السياره كتمشي بالباتري. الناس كيتسالوا الا خسر ليا، اون غوسوا حنايا هاد لي ريكلاماسيون دو سون دون سو سونس. بالعكس كنقول لك لاي واحد غيشري الهبريد، راه الموتور ولا المحرك اللي عندك راه بنزين عادي، في جنبه كاين واحد لو جينيراتور اللي كيحول داك الكاربيرون لطاقه وكيعطيها لك سير بزيرو ديغا، وهو كيدير فيدونج بحالو بحال اي موتور، عنده واحد المده ديالو كتجي دير فيدونج ديالك عادي. اللي زايد هو انك وفرتي في الكاربيرون، حافظتي على البيئه، ساهمتي في بزاف ديال الحوايج اللي داخلين في الطاقه، وانت ربحتي فلوس. مستقبل واعد لهذا الصنف من السيارات في السوق العالميه والمغربيه تحديدا، فالمغرب يتوجه نحو توسيع نطاق استعماله في اطار مراهنته على الطاقات المتجدده، بالنظر الى ان قطاع النقل يمثل الحصه المهمه في استهلاك الطاقه والانبعاثات الملوثه.